مرحبا ويكم، ان شاء الله راكم لاباس. باش نعملوا ان شاء الله بسكوي بسكوي بنين على الاخر، بالليمون، بنكهة الليمون، حصيلو باش يعجبكم برشا. باش نبدو هكا بمرحلة التحضير. اول حاجة عندي لهنا كعبتين عظام، بسم الله، باش نحط عليهم رشة الملح ديما هكاك مع العظام. وعندي لهنا بمقدار هذا عصير ليمون بمقدار 3 هكاك مغارف، بسم الله. باش نعمل معاها زادة مغرفة، تحبوا هكا تعملوا المبشور الليمون. بالنسبة لي عندي البشور هذه متاع الليمون مرحية، باش نعمل هكاك مغرفة ناقصة شوي، بسم الله. عندي زادة كعب فانيليا، ولهنا هذا مقدار 100 غرام سكر محاور، بسم الله بسم الله. ونخلط جميع المكونات كما تشوفوا، خلطتهم هكا مليح. عندي لهنا زيت مقدار هكاكا 50 مليلتر، باش نبدا هكا نصب شويه ونخلط، بسم الله. بالطريقه هذه بعد ما خلطتهم كلها، توا باش نبدا هكا نلم بالفرينه. لازم تكون مغربله باش نستعمل الغربال هذا، وباش نعمل معاهم كعبة خميرة. كيف من هكا، باش نخلط الساعه بالفوات، ومن بعد باش نبدا هكا نلم بيدي. توا باش نبدا هكا نصب ونلم بيدي. وهذه العجينة بتاعنا كملناها كما تشوفوا، تجي هكا طرية وتتلصق كيف من هكا. نزود لهاش الفارينة. تو نقولكم حاصيلو، انا عملت هكا بالعين، تو نقولكم مقدار الفارينة قداش بالضبط. تو شنو باش نعملها، باش نحطها هكا في صاشي ونخليها في فريجيدير ترتاح هكاكا قدر نصيد ساعة. وهذه العجينة هكا حطيتها في صاشي، وباش نحطها كيما قلت لكم نصيد ساعه هكا في الفريجيدير. وهذه العجينه بعد ما خرجتها من الفريجيدير، معناها شاده روحها، هذاك علاش ردوا بالكم معناها تزودوا الفرينه. وبالنسبه للفرينه استعملت هكاك حوالي 350 غرام، وانتم كيما قلت لكم تلموا هكا تردوا بالكم ما تزيدوش، تو كي ترتحوها في الفريجيدير شد روحها. وهذاك اللي بحثي سكر محور، باش كن نهز العجينه ونكعبر كيف من هكا نحطها في السكر، معناها نغلفها بالسكر. ريحتها ياسر فاوحه بالقارص، بنينه حصيله ما نحكي لكمش، وسهله كيما تشوفوا، ما تتطلبش من ناحيه المقادير والوقت في ساعة ما تريكلها.
استعملت المغرفة، استعملوا هكا المغرفة خير تهزوا معناها نفس المقدار بالمغرفة خير من اللي تهز بيدك باش ما تلصقش. كما تشوفوا المغرفة تطاوعك خير. ونكمل نقسمها مكعب ورات كيف كيف من هكا. تنجموا راهو تتحكموا في الحجم، تحبوها كبيرة تحبوها صغيرة، هذيك راهي بيان سيور باش تحل بعدين انتوما كيفاش. انا حبيتها كعبات هكا كبار شوي، وانتم عينكم ميزانكم تحبوا الحجم اللي تحبوه. كمل هكا بقيت لك عيباتك كلها. والبسكوي هذا للعشوية هكا، نحضر صحين في وقت هكا وجيز مع كويس معناها فنجان قهوة جي الحاجة اللي تحبوها للصغيرات، زادة تأكدوا انهم باش يحبوه مع الاخر. الكعبورات هكا جو هكا متساويين قسمت وخيين، وكي نحطهم هكا في الصينيه نخليهم هكا باش يشيحوا شويه باش يشد فيهم هكا السكر المحور. ونكون في الاثناء محضره الفور متاعي مسخنتها من فوق ومن لوطا للدرجه على 180 درجه. بالنسبه لطريقه التياب نحل عليه، بالنسبه لي راني عملته ومام طون معناها في نفس الوقت فوق ومن لوطا يتيب مع بعضه، وباش هك نتحصل على التشققات اللي فيه باش يتحل هذاك لازم منه. باش نحطهم هكا في البلاتو وباش نبعدهم على بعضهم، ونرجع ونقولكم انتوما تتحكموا في الحجم تحبوا معناها كعبات صغار ولا كبار. بالنسبة لي راني عملتهم كبار شوية. كيف باش نحطهم كيف من هكا ما نخليهمش هكا مكعبرين، نحلهم ننزل عليهم مش بشوية بيدي باش مي كتيب ما يجينيش ملبد، ننزل عليهم بالطريقه هذيك باش ما يجينيش ملبد ومعجم من داخل، يجي هكا طايب وهشوش. نعاود ونقولكم راني طيبته معناها في نفس الوقت حسب الفور متاعي من فوق ومن اللوط. اذا كان فوركم سخونه برشا ردوا بالنا نعسوا عليهم على خاطر في ساعه ما يطيب. وهذه النتيجه قدامكم ما شاء الله صحيين، يعمل 66 كيف من الريحه والمنظر. هاني نحضر لكم هكا في تصويره مزيانه، نهبط هكا تصويره ليكم والانستغرام. ما نحكي لكمش على الريحه، ما نحكي لكمش على البنه، والوقت فيه ساعه ما معناها ما قديته ساهل ماهل. وكما تشوفوا قدامكم قديش هشوش على الاخر، ومعناها وشوفوا كيفاش طايب اموره واضحه لهم ملبد لا حد شيء. كما شفتوا الكعبات الكبار اللي عملتهم انتوما تتحكموا في الحجم اللي تحبوا عليه، خاطر ثم عباد تحب حجم صغير. ننصحكم جربوه وخلوا لي هكا الاراء متاعكم في التعاليق، وان شاء الله هكا تجربوه ويعجبكم. ومتأكدة انه ان شاء الله باش يعجبكم بقدرة ربي، وحويجه هكا سهله تفرحوا بها عائلتكم وصغيراتكم. ولهنا نقول لكم وفت وصفتنا ان شاء الله في وصفه اخرى ان شاء الله ورسيت هكا جديده. نودكم ديما هكا بالحاجه هكا السهله والماهله اللي تقدوها وتعجبكم وناجحه معناها وصحيحه هذا الاهم. نبقى لكم باش نقول لكم دمتم ان شاء الله في صحه جيده وفي امان الله الناس كلها، ونقول لكم باي باي ونخليكم مع التصاور المزيانه.